يا نهار ابيض، كل الناس دي صاحيه. يا جماعه الساعه 5 الا ربع، صاحيين بتعملوا ايه يا شلبي؟ انت صاحي، ده طبيعي عادي. هتعمل حاجه في رمضان؟ لا الحمد لله مش هعمل حاجه في رمضان، ما نزلتش من البيت يا جماعه، انا ما بتحركش من البيت. وبعدين لبس المرحله بتاعي هو الهودي ده، مش هقلعه غير لما مش عارف ايه اللي هيحصل يعني، بس تمام. فلا ما عنديش حاجة في رمضان. لا صباح الورد صباح الفل. انا ما عنديش اي حاجة يا جماعة اقولها بالزاوي. ابو المعاطي زكي؟ لا ما بتفرجش على ابو المعاطي زكي، ما عنديش حاجة اقولها الحقيقة، ولا طالع انظر، ولا طالع اقول اقعدوا في البيت، ولا طالع هتكلم في عملوا الناس في الـ يلا مش ما علينا يعني، مش طالع اتكلم في حاجة خالص يعني، مش انا مش جاي لي نوم. وكل يوم الموضوع ايه يعني، الاول كنت انام 3 4، دلوقتي 5، ولسه يعني مش عارف ايه. هنفضل صاحيين لحد امتى؟ اول واحد استخدم الكحول في مصر يا درويش. انا حقيقة حسيت بالليلة دي بدري شوية يعني، الكلام بقى ده اللي يعرفوه صحابي يعني صحابي المقربين يعني. أنا كنت ما كانش عندي شغل، كنت يعني في حاجات كنت عاملها، وبعدين ما عرفش يعني، ما فيش أسباب محددة يعني، بس ما اعتذرت في الآخر يعني، وسافرت. وبعدين قعدت، رحت الجونة قعدت فترة كده. وبعدين كان أصدقائي يعني توتة محمد عبد الرحمن وإسلام خير المخرج كلموني، عشان كانوا عايزين يعمل معاهم أول حلقتين في المسلسل بتاعهم. ما بحبش كلمة ضيف شرف يعني، بس هم حلقتين بس يعني. الحقيقة ما كنتش عايز أشتغل خالص. وبعدين يعني بس مش بس عشان هم اصحابي قوي، عشان برضو الكاركتر كان لذيذ وكده، فقلت واي نوت يعني. فنزلت اصور معاهم، هم 4 أو 5 أيام تصوير. الكلام ده كان من حوالي شهرين تقريبا. فكنت انا ساعتها متنبئ بموضوع الكورونا ده، ما كانش لسه يعني، ما كانش لسه في حاجه يعني في مصر طبعا الحمد لله، ما كنتش في حاجه خالص. كان بس كان طلع من الصين وابتدى بقى يلف كده، بس ما كانش في ارقام مفزعه ولا الكلام ده، ولا ايطاليا ولا الحاجات اللي حصلت بعد كده دي. بس انا مش عارف كان ليه يعني، كنت عندي احساس كده ان في حاجه غلط. فكنت بروح معاه كام شهرين، كنت بروح لهم معاك كحول، مش كحول بقى، كان لسه حتى مفيش معلومات ان الكحول هو اللي كنت الديتول العادي ده يعني عادي، ومبقربش من حد وكده. بس كنا الواد توتا يطلب كل يوم يعني كبده، واقعد اكل معاه عادي كشري حاجات كده، فاللي هو مش اي يعني مفيش اي تامين في الموضوع. انا كل ما في الموضوع انا ما كنتش بقرب من الناس، وبحط ديتول من شهرين بس. اقصى احلامي الحقيقه ما جابش ان انا بعد شهرين بعد القعده دي معاكم دلوقتي. هل في هنا على ايه؟ مش عارف، انا ما اكلتش الكحول يعني، انا مفيش ماشي. الف هنا ليه ما عملتش حاجه في رمضان؟ الحمد لله ان انا ما عملتش حاجه في رمضان. انا مش كنتش عايز انا مش عايز اتكلم في مواضيع كبيره يعني، بس بما ان الكلام جه يعني، انه في ناس كتير عماله تشتم وانتوا بتصوروا غلط ومش عارف ايه والكلام ده. هو اكيد يا جماعه ما فيش حد قادر يقعد في البيت هينزل اعتقد يعني. انا بتكلم على الناس العاقله طبعا يعني، لانه طبعا انا بشوف نماذج الحقيقه مبهره، الناس اللي بترقص في محطات البنزين واللي بينزلوا مظاهرات والحاجات دي.
انما لو واحد عاقل ورشيد يعني وعنده القدرة انه يقعد في البيت وما يشتغلش وكده هيقعد. فبالنسبة بقى لزملائي اللي هم بيصوروا وكده احيانا بيبقى الموضوع مش يعني مش في ايدك الحقيقة. ويعني الممثل في النهاية هو فرد في منظومة عمل فيها مثلا على الاقل حاجة مثلا 150 واحد، فهو مش قراره اولا لوحده، دي سياسات دولة. وثانيا في ناس كتير قوي في بتشتغل في الأعمال الفنية في المسلسلات والحاجات دي زي بالظبط العمال اليومية وكده، يعني هم برضو باليومية في كتير، فبيبقى القرار برضو صعب زي في أي شركة أو في أي مصنع. أنا كنت أخرى مش هكلم في حاجة بجد، بس أنتوا مفيش حد بيفتح موضوع محمد منذر يا أخي رد. ما رد على إيه يا باشا؟ ما تقول حاجة وأنا رد. حلو رشيد يا شريف، وحشتني يا شريف. جماعه انا ما بشوفش حد خالص، يا شريف ده صاحبي جدا الحقيقه من بعد ما خطب والدنيا اتنيلت خالص، يعني هو الدنيا كانت ماشيه حلوه قوي، شريف خطب العالم قفل، محدش عارف ايه السر. اقرا كومنتات بقى. حاضر خلاص هقرا كومنتات، بطل رغي واقرا كومنتات. حاضر احمد خليك لذيذ بس بقى شلبي بقى ما تقعدش ترغي. انجي علي زكي انجي اغنيتي ليسا تحفه طبعا، انا نزلتها على تويتر اغنيه حلوه قوي. سهران زينا سهران زيكم. كلمه عن ابو تريكه حبيب قلبي، يعني اكتر لعيب عشقته في حياتي تقريبا هو، لا وفي كذا حد برضه صراحه ما بقاش ظالم، بس في الجيل ده يعني كان ابو تريكه وبركات، يعني انا دول بالنسبه لي. حمزه ازيك يا حبيبي؟ انت ايه صحيح حمزه الساعه 5 الفجر؟ يا نهار ابيض كلكم شغالين دعايه بتاع تقعدوا في البيت وانا اتكلمت في الموضوع ده وانا عامل نفسي قاعد في البيت يعني، فما تقعدش تنظرش عليا ان انا يا عم مرمي انت شايفني قاعد فين يعني في الساحل ما انا قاعد في البيت يا بيه. ايه بقى مش لاحق اقرا والله، انا مش عارف الناس دي كلها ازاي صاحيه اصلا، بس ماشي. ما هي عز الدين عامله ايه؟ مرميه في البيت يعني تكون عامله ايه؟ هم اول 50 سنه صعبين فعلا، لازم انام عشان المناعه اخش ينامي. طيب يا ميرو وانت كمان يا حبيبي وحشني. انا مصحي 4000، انا مش مصحي حد يا عم، انا الناس كلها صاحيه وانا مالي. من الجزائر، انا بحيي كل شعب الجزائر وليا الشرف ان انا رحت الجزائر قبل كده وبحب الجزائر جدا. شبر ميه ثانك يو شكرا. مستنيينك في الساحل. انت بتستظرف بقى انت بتستظرف ماشي. عايز اغني يا نجم؟ عايز تغني غني يا سيدي يا ما تغني يا شغلانه يعني. صنطوا بينا يا جماعه رمضان على الابواب. ايه رايي في موضوع احمد فتحي؟ والله انا قلت رايي على تويتر، يعني ده قراره طبعا وهو حر فيه، انا شايف انه قرار غلط، بس طبعا هو ممكن يكون له حسابات تانية. الاداره انا شايف ان هم عملوا اللي عليهم في التفاوض، بس الغلطه اللي في الاداره اللي بقى لها سنتين واللي انا قلت عليها قبل كده توقيت التفاوض، انا وجهه نظري انه غلط. انا عارف ان هم بيخلوا التفاوض لاخر شهرين او لاخر الموسم علشان المدير الفني يكون عمل الريبورت بتاعه او قال هو عايز ايه او محتاج ايه، بس في العالم كله يا جماعة التفاوض ده بيبقى قبل العقد ما يخلص بفترة، بسنة مثلا بست شهور، انما مش قبل ما يخلص بشهر شهرين على الاقل عشان نبيع من حسابه. لو عارف انه قبلها بست شهور اللعيب ماشي فيشتري لعيب مكانه يعني. اهلاوي ولا زملكاوي؟ مش هرد على السؤال ده. كل اللي في اللايف يكتبه يا رب. ماشي يا رب. ما عنديش تعليم اونلاين؟ عندي، ما انا عندي ولاد حضرتك وعندنا تعليم اونلاين وكل حاجه. حبيب قلبي شكرا يا عمر. علقت مرتين وما ردتش عليا، اخرج من الفيديو. انت
انت بتهدديني وتخرجي من البيت. ايه يعني شويه جيلان، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ كلمة على امير شوقي يا عم. بس بحبك جدا، وانا كمان والله بحبك جدا. كوكي، لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا لا حول ولا قوة الا بالله. يعني مش احسن ما اقعد اكلم نفسي وكلم الناس؟ يا عم مالك، شجع ريال مدريد ولا برشلونة؟ انا عمري ما شجعت نادي غير النادي الاهلي، دايما كنت بس ارتبط بلعيبة. ممكن يعني مثلا انا كنت بعشق رونالدينيو، فلما كان بيلعب في برشلونة كنت بشجع برشلونة. ريال مدريد لا، ما يعني ما شجعتهاش قبل كده، فممكن اقول ان انا بشجع برشلونة كده يعني. زي الشمس، يجي جزء تاني ملوش جزء تاني. رمضان جاوبت عليه، لا مش هعمل حاجة في رمضان الحمد لله. مبروك يا كريم على حبيبة تربى في عزك، هم بيقولوا لك مبروك يا كوكي، مبروك. انت في المستشفى ولا فين صحيح؟ متشكر قوي يا أميرة، ربنا يخليك يا حبيبتي. عايزين يا جماعة يعني تكلموا في أي موضوع ولا خلاص بقى، ولا ننام ولا إيه؟ كوكي عمل هاشتاج كلنا أحمد السعداني ليه؟ أنا مش معتقل يا ابني، أنا زهقان. كوكي ما تديني الوصلة، محتاج الوصلة. ايه يا حبيبتي، متشكر قوي ليكي، ربنا يخليك. انا مش لاحق اقرا والله يا جماعه. اللايف باين ان اخلاقي عاليه، منين؟ عشان محجب يعني، يعني بتبقى الحجاب كده فبقت اخلاقي عاليه. انت بتقول ايه يا نجم؟ العصافير صوتها حلو. ما هي العصافير والكلاب بيسلموا بعض، يعني الكلاب يناموا والعصافير تصحى. انا طبعا يعني برضه الواحد لازم يقول ان ده الشخص ده موجود اهو. انا بندق عشان يعني في ناس بترمي الكلاب وبتاعه وكده، يعني مش عارف الصراحه البني ادم ممكن يكون بيفكر في ايه يعني، ما يرمي حيوان في الشارع. كلمنا عن الفنان عمرو دياب. هو يا ابني ميكي ماوس السينما المصريه؟ ايه كلمنا عن الفنان عمرو دياب دي يا باشا؟ انا طالع اهزر، مالك في ايه؟ سو فاني. وانت كمان يا سموره. بس يا بنت يا سلمى، انت زوج جدا. رحنا مستشفى الشروق، اتقابلنا في مستشفى الشروق. ايه ده، عايز ارجع الكلام ده اعمل ايه؟ اهو استنى. وكان في كرسي واحد بس، وانت صممت انك تقوم وانا اقعد، رغم انك كنت بتلبس الكفر اللي في الشوز عشان تدخل بيه الرعايه، وكنت زوق قوي يعني. متشكر عليك، بس عليك تفكريني اكيد بحاجه مش عايز افتكرها يعني. لا انا كنت في صح ماشي. عامل ايه في الحظر؟ عامل محشي. عامل ايه؟ قاعد. تيجوا ننام يا جماعة، تيجوا ننام وكفانا هذه. بس انا مش عارف انام خالص. شيري عادل، ازيك يا شيري؟ اتوحشتيني والله. انا مش هنام قبل الساعة 7:30 غالبا. ليه بقى؟ عشان انا بحاول اظبط نفسي على رمضان. انا هدفي في رمضان ان انا انام مثلا 7:30، اصحى قبل اذان العصر بدقيقه، اصلي الظهر وانام تاني ساعه، فاصحى قبل المغرب ب7:30. ده هدفي يعني، والله لو عرفت احققه تمام. ما كل بني ادم لازم يبقى ليه هدف في الحياه. انا هدفي في الحياه دلوقتي ان انا اظبط رمضان تمام، عشان على خلاص بقى، لا في تراويح في الجوامع ولا في حاجه. فايه الناس اللي عماله تقول بقى ايه، هما بيصوروا ليه المسلسلات؟ وما تخلوهم يصوروا يا جماعه ويسلونا يعني. ما هو ماشي غلط وكل حاجه، بس يعني هنقعد نعمل ايه برضه؟ ما هو احنا هيسلونا يا جماعه يعني،
اصحابنا وكل حاجه نضحي بيهم وهم ينزلوا يصوروا واحنا نقعد نتفرج في رمضان. قمه النداله والوطو والحقيقه. احيان ناس بتزيد عندك حق يا دنيا الحقيقه، احيان ناس بتزيد فعلا يعني. في ناس لسه بقى ايه، يمكن لسه الناس صاحيه من النوم يعني، لسه ناس بتصحى ونازلين رايحين المدرسه مثلا او رايحين الجامعه او حد مسافر مثلا يا دوب عايز يلحق المطار بدري قبل الزحمه يعني. مش كل الناس مطبقه، في ناس نامت وصحت عادي. صورت معاك في الدقي. ماشي يا باشا. العمده عامل ايه؟ والله تمام الحمد لله، زي الفل، بخير الحمد لله. انت انا لما قلت اني بحب قعده الكنبه ما كدبتش، وانا هكدب ليه؟ هو مفيش اي سبب في الدنيا يخليني اكدب. انا يعني مش ما بعرفش اكدب، كنت هافور قوي دلوقتي. انا كنت اقول انا ما بعرفش اكدب. ليه ما بعرفش اكدب؟ بعرف اكدب طبعا وياما كدبت، بس يعني هكدب ليه ان انا اقول انا بحب الكنبه؟ بس ما فيهاش، مش انا ما قلتش مثلا انا احسن واحد فيكو، لا انا يعني بقول انا بحب الكنبه، حاجه شيء ما فيهوش كدب يعني. بقينا 5067، لا احنا بقينا 5133. انت نجم يعني عشان الناس، انت نجم يعني عشان الناس دي كلها بتتفرج عليك؟ طب بتتفرج عليا ليه؟ يا مجنون يا محمد، يا محمد مالك يا حبيبي؟ محمد بيسالني بيقول لي انت نجم يعني عشان الناس دي كلها بتتفرج عليك؟ طب انت يا محمد بتتفرج عليا ليه؟ يا عم انا مش نجم ولا نيله، بس بتتفرج عليا ليه يا محمد؟ انا السؤال ده شاغلني بقى وعايز اجابه، وانا مش همشي ومش هنام دلوقتي غير لما تجاوب يا محمد. انت بتتفرج عليا ليه؟ يعني انت عامل لي بلاش فولو عشان ما بقاش، عامل لي متابعه يا محمد، فرنيت عندك فقمت داخل تتفرج عليا ليه؟ انت مستفز يا محمد بصراحه. ما دقش؟ لا هدق. اتفرجوا على ايه يا جماعه في التلفزيون؟ انا حاليا بتفرج على قناه صدى البلد دراما مسلسل كيد الحماوات. حاليا ببص دلوقتي لقيته بيبدا الحلقه 20 كيد الحماوات دلوقتي. كريم ابو زيد اهو اول مشهد في الحلقه. كريم ابو زيد وحشني الواد كريم، لون شعرك اللي هو ده كريم، عشان في اتنين كريم ابو زيد بس التاني انتوا يعني ما لكوش علاقه بيه. انا زهقت يا جماعه. هو انا عندي برد؟ لا انا اخنف، انا عموما اخنف. ما برد دي بقت طبعا جريمه دلوقتي. عندي برد يا سيدي، بقت في حضنك مثلا، جاي اقعد معاك في اوضتك، عندي يا سيدي برد. ايه يا جماعه المشكله؟ واحد بيطلع الرزله من وسط ال... لا انا ما عنديش برد عشان بس برضه ما حدش يتخض يعني. انا عندي جيوب انفيه مزمنه، انا يعني بقى لي 10 سنين بالجيوب الانفيه عايش، فتلاقيني ما بعرفش اتنفس قوي. قال لك انت عندك برد ولا ايه نجم؟ قال يعني الواد قفشني نازل من بيت سيكو سيكو. طب يا جماعه والله بصوا هقول لكم الحقيقه يعني. انت يا عم خليت، انت جبت لي هسس دلوقتي، عندي برد بجد ولا ايه يا جماعه؟ لا لا الحمد لله. انا النهارده وانا داخل ال انا عند ابويا وامي في الـ في الـ في الكومباوند اللي هم ساكنين فيه، فعلى البوابه لقيتهم معاهم المدفع الرشاش اللي بيقيس الحراره ده. لقيت راجل داخل عليا كده، اتسرعت الاول وبعدين قال لي لا اصل احنا، قلت له ماشي يا عم قيس. وبعدين خد له مثلا ايه 5 ثواني عشان يقول لي الاجابه بقى، وتوترت. قلت كام يا ترى كام وبتاع، فبس الحمد لله تمام. كنت عايز اقول حاجه مهمه جدا ونسيتها. هي مش مهمه جدا ولا حاجه، انا مش اي حاجه مهمه قلتها يعني. افتكرت من الفراغ اللي الواحد قاعد فيه
فقلت اخش على اللي هي المسجات من الناس اللي انا مش عامل لهم فولو، يعني انا مش عارف بيبقى اسمها ايه بصراحه، مسج ريكوست حاجه كده يعني. فدخلت الحقيقه لقيت كميه انت يا عم المغرور ما بتردش علينا ليه، ما يعني مهما قلت العدد مش هعرف يعني الحقيقه اديهم حقهم يعني. هو عم المغرور يعني الحمد لله في مثلا 10,000 مسج، فعم المغرور لو قعد اراهم وهو ما وراهوش حاجه، مش انا بقول ان هو ورايا حاجه وكده، فلا بس يعني هيجي لي حول في الرساله مثلا رقم 4740 اكيد هحول، يعني القرايه بعد 4740 مسج هحول ده اكيد. فعم المغرور ما بيقراهمش لانه ما فيش بني ادم هيقدر يقرا كل ده يا جماعه، يعني ده اكيد ده الموبايل ما بيعرفش يقراهم، بيطلع لك مثلا 15 ويقول لك عايز تشوف الباقي ولا يعني اتعشت. فدول مجموعه كبيره، وفي مجموعه كبيره برضو الحقيقه يعني مش عارف يعني يعني بقى اللي فين تمام. وفي مجموعة الحقيقة برضو كبيرة الحقيقة لقيتهم بيقولوا لي ما تطلع لايف يا عم ونهزر شوية وبتاع، والله قلت فكرة، لان انا الحقيقة من كتر المكنة البق دي ما يعني ما بتشتغلش كتير، فالواحد يعني قلت اطلع ارغي شويه، واعتقد ان انا رغيت كتير ما اعرفش انا بقالي قد ايه، بس تمام يعني. وانا اتبسطت بصراحه، يعني انا حسيت ان انا قاعد مع ناس الحقيقه. ف مين اكتر ممثل بحبه؟ ابويا. بس يا جماعه انا أسوأ شيء لما يكون عندك حساسية موسمية يبقى الوقت وتفضل تقطص طول الوقت والناس تطلع عليك. هو أنا عندي حساسية مش موسمية، عندي حساسية دائمة وبقطص طول الوقت، بس محدش بيتفرج عليا، أنا نفسي حد يتفرج عليا ويقول لي يقول لي يرحمكم الله، يقول لي إيه ده ابعد عني ويودي وشك الناحية التانية، يا يطلع يجري، بس يبقى في حد الأول. ما هو مفيش حد، ما هو الأول يبقى في حد وبعدين يبقى إيه، نبتدي نخاف من نظرة الناس. احمد رد عليا يقول اسمي من فضلك، يعني حضرتك وانا في قناه الفرعين يعني انا هقول ايه يعني بحبك يا ايه يا معلم، مش معقول. يا ريت اللايف ده يتكرر تاني يعني ان شاء الله، بس مش قريب لانه يعني يا بخت بنظره وخفف. و يعني انا اتبسطت والله، ما اعرفش يمكن تكونوا ما اتبسطتوش، بس انا اتبسطت. ايه ده حطيت ايدي على بقي إيه؟ من كل اللي ابو عادل باي.